سبيل الإشراف على إجراءات الإفتاوى في يوم واحد. نظرا للسمو والمحقق على ذلك تفضل برفع يده موافق. أما التعديل الثاني فهو بالعبارة الخاصة بالسلام. ليس أمامنا خيار إلا أن نرفض الذهاب للاستفتاء وأن نقاطعه وأن ندعو لمقاطعته، لأنه ليس استفتاء حقيقية بل هي مهزلة تحت اسم استفتاء، وهي محاولة لاستمرار نفس الفصيلة الذي يحكم مصر دون إرادة شعبية من الشعب المصري. لو القضاة فعلا أشرفهم على الاستفتاء أنا متأكد أن الشعب هيقول لا. تعلن الأحزاب الثلاثة مقاطعتها للاستفتاء المزمع إجراؤه في يوم 25/5/2005 بخصوص تعديل المادة 76 من الدستور، وتدعو الشعب المصري إلى مقاطعة هذا الاستفتاء والتزام المنازل هذا اليوم. We expect that a lot of Egyptians should boycott. نحن نستغله لأننا نستغل ما نملك. إن المبادئ السبعة التي تضمنتها مبادرتي شهر فبراير الماضي إنما استهدفت فتح آفاق جديدة أمام مسيرتنا الديمقراطية، مع الحفاظ في ذات الوقت على أمن وسلامة الوطن واستقلال إرادته، وضوابط الترشيح التي انتهت إليها مجالسنا النيابية إنما تستهدف توفير خيارات حقيقية أمام الناخبين. I don't think that a democratic process would involve a boycott. I mean, why don't you come and say no? Come and say yes. But come in and say what your opinion is. We are following the Constitution in presenting the amendment as it is to the general public. The general public has a right to vote and should vote for that amendment. So voting yes or voting no. A boycott will just show that people are not serious about pursuing democracy.